ازيكم يا احلى بنات في الدنيا، يا رب تكونوا بافضل حال. النهارده هنتعلم نرسم البومه. طبعا كل الناس اول ما بتسمع بومه بتقلق منها، مش عارفه ليه، مع انها شكلها جميل جدا وكيوت بقى كده وشكلها عسل. فهنتعلم نرسمها النهارده، بس قبل ما نبدا في الفيديو محتاجه منكم لايك وشير طبعا واشتراك لو مش مشتركين عندي، ويلا نبدا في الرسمه الجميله. اول حاجة هنعملها يا بنات هنعمل رقم 7 زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هنعمل رقم 8 بس يكون اصغر يعني، واصغر بكتير كمان، وبعد كده هنعمل 7 تانية. فالشكل النهائي هيكون زي شكل السمكة كده. وبعدين هنعمل قوسين، قوس يمين وقوس شمال. بعدين يا بنات هنقفل نهاية رقم 7 بالقوس اليمين، والناحية الشمال برضو نفس النظام. بعد كده هنعمل قوس صغير كده بين رقم 7، وهعمل زي نظام كده كام ريشة كده صغيرين، والخط ده انا مش عايزاه مستقيم، هعمل برضو فيه شغل كده بسيط بحيث ان هو يبان طبيعي اكتر. والناحية التانية برضو نفس النظام، وهعمل نفس الريشتين المنعكشين اللي انا عملتهم من الناحية التانية. هنيجي بقى هنا يا بنات هنعمل العين، هنعمل دايرتين صغيرين، دول بقى اللي هيعملوا الإضاءة بتاعة العين. والدايرة الكبيرة اللي انا عملتها هظللها. هعمل هنا يا بنات إطار خارجي للعين بحيث ان هي تبان واسعة، وانتوا عارفين بقى عيون البوم عاملة ازاي. وهعمل نفس العين الناحية التانية. هظلل بقى يا بنات منطقة الأنف عند البومة، ممكن أعملها تظليل خفيف كده عشان لما تتغسل تبقى أسود في بني، وممكن نعملها كلها سود عادي. بعد كده بنعمل نص دايرة وبنعمل فيها تظليل برضو خفيف كده أو نقط صغيرة بحيث إن هي تظهر ريش يعني، وبنعمل قوسين. بعد كده يا بنات بعمل زي نظام 3 صوابع جنب بعض، وبسيب مسافة وبعمل 3 تانيين، كل 3 صوابع بيشكلوا رجل يعني من رجلين البومة. بعد كده بظلل بقى القوسين دول بوصلهم ببعض وبظللهم كلهم يعني من جوه. وبعد كده يا بنات بظلل عند العيون تظليل خفيف برضو بحيث ان هي تبان ريش وتبان طبيعية اكتر يعني. في مناطق هتحتاج التظليل اللي هو الغامق، وفي مناطق هتحتاج اللي هي التظليل الفاتح زي ما انتوا شايفين كده. وبتقل بقى الخطين اللي هما رقم 7 اللي احنا عملناه في الاول ده. وبعد كده بقى يا بنات هنعمل اللي هو فرع الشجرة ده، بنظلل بين الرجلين، وبعد كده بنعمل ايه فرع بسيط كده وبنعمل فيه ورق شجر صغير. وطبعا الرسمة أذواق، فانت ممكن تعملي ورق كتير مثلا، ممكن تظللي الورق ده وممكن تسيبيه زي ما هو كده على حسب ذوقك انت. وبعدين يا بنات بنعمل ديل البومة، ده الديل بتاعها بيتعمل في الاخر عشان يظهر ان هو نازل من ورا فرع الشجرة. بس كده بقت بومة يا جماعة، وشكلها جميل جدا يعني، تقولوا عليها وحشة ليه؟ وطبعا تنفع لأي منطقة في الجسم. وبظل اللي هي المنطقة اللي عند الرقم 7 اللي فوق دي، وممكن نعمل بقى اي شكل زي ما انتوا عايزين. انا اخترت اعمل على صباع واحد عشان تبان ان هي ايه هادية كده. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم.